وانا بدعبس في عمنا كمال الطويل اللي شرفت بلقائه مرات ومرات ومرات. برضو انا لما اجي اشتغل، انا طبعا قعدت مع الاستاذ كمال كتير، يعني كان مفترض ان انا مع نبيل عبد النعيم الاستاذ المنتج الكبير، كان مفترض ان انا هسجل قصه حياه الاستاذ كمال الطويل، لكن الظروف حالت دون ذلك، وبعدين جه المرض ويعني ما عرفناش، لكن كان في اتفاق انا ونبيل والاستاذ كمال الله يرحمه. فبدحبس كده لقيت حاجه في منتهى يعني خفه الدم، وهي فيها كمال الطويل، لان انا كنت مع لبلبه قريب، فلقيتها بتقول لي على فكره كمال الطويل ده كان غريب قوي، ده كان بيلحن كده. قلت لها اه هو كده كمال الطويل. فخلي بالكم اللقطه دي موجوده على اليوتيوب، انا عايزكم تسمعوها، وبعدين بسمعوها تاني بتركيز. عبد الحليم يبدو انه سالوه كمال بيلحن ازاي، يعني عنده قدره يلحن ايه، فواضح انه قال له مثلا هو ممكن يلحن الجرنان، فقال اللي انتوا هتسمعوه ده. يقول لك مثلا قال اليوم رئيس الوزراء انه في يوم كذا قال له كذا هذا الرجل اخرج من هذه الوزارة لانك مش عارف ايه يعني حاجة كده. وعلى قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سل والقلب الخالي الحلو المالي وانت بتتكلم. لما ما كانش يلاقي حاجة يفضل يلحن اسمه ازاي كمال الطويل تتتتم كمال الطويل وانا اقول له لا 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 يقول لك كمال الطويل تلالام كمال الطويل تلالا كمال 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 حاجه وبقى ساعات ناس يقول لك كمال الطويل كمال الطويل كمال الطويل يا عيني كمال الطويل يا سيدي كمال الطويل يا اخوي حاجات كده. خدت بالك هو عبد الحليم بيقول له وانا اقول له تلات تلات كده. العلاقه كانت وطيده بين عبد الحليم حافظ وكمال الطويل، بدات من زمان قوي. عبد الحليم مواليد 30، الاستاذ كمال مواليد اظن مش عايز اقول الرقم غلط بس هو يمكن يكون 22.